حقيقة هبدأ بالفراخ. ليه؟ علشان عايزة اسيبها في التتبيلة شوية. الفراخ علشان اعملها محتاجة 6 صدور فراخ كبيرة او متوسطة يعني، وبدون الموزة. ليه كبيرة؟ علشان انا عايزاها تفضل جوسي، مش عايزاها تنشف في القلي. والكراست اللي هنعملها النهاردة من الكراست اللي بتاخد وقت شوية في القلي، فعشان كده مش عايزين فرخة صغيرة تنشف مننا. 1.5 كوباية لبن رايب، وبيضتين، ودقيق، ومعلقة كبيرة توم باودر، ومعلقة كبيرة بصل باودر، وربع معلقة صغيرة جوزة الطيب، ومعلقة كبيرة بابريكا، وملح وفلفل اسود. الطبقة الخارجية هنحتاج لها 1.5 كوباية دقيق، و1.5 كوباية بقسماط، و0.5 كوباية نشا، ومعلقتين صغيرين بابريكا، ومعلقتين صغيرين توم باودر، ومعلقتين صغيرين بصل باودر، ورشة جوزة الطيب، وملح وفلفل اسود. وهنبدا نشتغل. عايزه اقول لكم تركايه على كراست الحاجات البانيه كلها. الفلفل الاسود في كراست البانيه مهم جدا، وبيفرق في طعمها 180 درجه. فحطوا فلفل اسود، وفلفل اسود كويس كمان في الطبقه الخارجيه اللي بتغلفوا فيها اي مقليات. يلا بينا نبدا. عايزين نعمل تتبيله الفراخ الحلوه دي، فهنجيب بوله. طبعا حضراتكم في البيت هتعملوها وتتبلوها قبليها بليله او قبليها بساعتين ثلاثه اربعه، كل ما هتقعد في التتبيله بالتاكيد هتكون احلى. ادي الدقيق، اللبن الرايب، اسفه، ادي البيض، ادي كل التوابل، بابريكا وجوزة الطيب وتوم باودر وبصل باودر، وطبعا لسه عندي الدقيق وعندي الملح والفلفل الاسود. لكن بتأنى في الدقيق لحد ما اخلط المكونات، واقدر كده انا محتاجه دقيق قد ايه عشان يخلي الخليط ده يبقى زي عجينه كده القطايف او البانكيك، تقيله وماسكه على الفراخ بس مش عجينه محجره يعني. عايزين ملح، طبعا الملح يكون كافي للتتبيله وانه ينكه الفراخ، فلفل اسود. هقلب الاول وبعدين هشوف انا محتاجه اضيف دقيق قد ايه. يلا بينا تقليب. محدش يقلق من البيض خالص، ما زفرش وما بيعملش اي حاجه، بس بيخلي الكراست بعد كده رائعه. انا من تقديري كده مش هنحتاج دقيق كتير، نضيف شوية صغيرة ونقلب تدريجيا، لان لو ايه تدريج هنعرف نظبط ايدنا ناخد المقدار المظبوط. شوية كمان، يلا تقليبة بس، واعتقد ان احنا مش هنحتاج اكتر من كده. بس حلو جدا كده، شايفين القوام بتاعها تقيلة بس مش تقيلة قوي يعني، مش عجينة ماسكة في بعضيها، لأ عجينة سايلة برضو. جهزنا كده الخلطة والتتبيلة بتاعتنا، نشيل الحاجات الفاضية ونرجع نحط الفراخ تتبل في الخليط ده. طبعا زي ما قلتلكوا كل ما هتقعد في التتبيلة أحلى طبيعي، كل ما هتاخد طعم أحلى وتتشرب النكهة أحلى، وهيبقى الموضوع أظرف. لكن اللي وقته ضيق مفيش مشكلة أبدا إنه يقعدها شوية ويطلعها. عايزة أقول لكم إن أنا أحيانا ببقى مزنوقة وبعملها على طول وأقليها في ساعتها من غير أصلا ما تقعد في التتبيلة، والله بتطلع جميلة جدا. فهي التتبيل مدة بيدي نتيجة لطيفة، لكن ده مش معناه إن أنا لو اتزنقت وما عملتوش إنها نهاية العالم إطلاقا خالص. هاخد صدور الفراخ، واللي حابب يقسم كل صدر فرخة نصين مفيش مشكلة يعمل كده، لكن انا بحب اعملهم كده علشان ايه يعني، خلاص يبقى انا عارفه ان الصدر ده هو وجبه لكل مثلا فرد او طفل. لو انا عارفه ان عندي حد بياكل صدرين، بس ده كتير قوي الصراحه يعني، على بروتين كتير قوي على يوم واحد يعني، فهبقى عارفه اقسم براحتي. ولو عايزه زي ما قلت لكم اقسم كل صدر نصين ثلاثه زي ما انتم بتحبوا بقى تعملوا مفيش مشكله، لكن انا بحبها كده زي بتاعه المطاعم، تختوخه كده ومقلبظه وحلوه. هنسيبها في التتبيله شوية تتبل براحتها. طبعا التتبيل يا جماعة للحوم او للدواجن بيتم في التلاجة، علشان في ناس بتقولي اسيبها تتبل بره ولا تتبل في التلاجة. لا بنتبل في التلاجة طبعا،
فهتسيبوها تتبل في التلاجة. انا بما اني يعني حسبها وقت قصير قوي فانا حسبها على جنب هنا، لكن حضراتكم في البيت هتسيبوها في التلاجة تتبل براحتها. طيب احنا كده تبلنا الفراخ وناقص ان احنا نعمل الكراست بتاعتها. تعالوا نخلط مكونات الكراست ونقف على التنفيذ علشان ايه نبقى ادينا التتبيل شوية وقت. يا سلام يا سلام. يلا يلا يا ريت هننزل لكم اهو مقادير الكراست تاني واحنا بنشتغل فيها. ومقادير الكراست هتكون كوباية ونص دقيق وكوباية ونص بقسماط ونص كوباية نشا وتوابلنا بقى معلقتين صغيرين بابريكا ومعلقتين صغيرين توم باودر وبصل باودر معلقتين صغيرين برضو ورشة جوزة الطيب ونيجي بقى ملح وفلفل ونتوصى بالملح زي ما قلتلكم بيدي طعم رائع وما بيبقاش ملسوع كده في البق ما تقلقوش لان في بقسماط ودقيق كتير. وادي الملح كمان عشان يبقى الطعم اخد ملحه من جوه ومن بره. هنخلط مكونات الكراست الجميله دي وتبقى كده مستعده لان الفراخ تتغلف بيها. وانا هغلف على طول الحقيقه، هجيب الفراخ كده جنبي هنغلف واحده بس يا هشام ونطلع فاصل. تمام ماشي، نجيب طبق بس نطلع عليه عشان هشرح لك بعدين. طبق بس قدامنا عشان نطلع اللي جهز. الكراست هنقلبها كويس جدا، نطمن ان الدقيق والبقسماط والنشا كلهم امتزجوا تماما مع بعضيهم. والتوابل طبعا كمان والملح وكل حاجة. وكده الكراست جاهزة. طبعا الفراخ دي زي ما قلت، والله حضرتك الوقت مزنق خالص ومفيش اي وقت لانك تسيبيها في التتبيلة، اشتغلي ولا يهمك هتبقى زي الفل. الوقت موجود بس قليل، ساعة ولا ساعتين يمشي معانا. الاحسن طبعا واللي هيدي الطف نتيجة انها تقعد ليلة في التتبيلة. باجي لا مش محتاج نخرمها خلاص يا نور. نور بتسألني محتاجين نخرم الصدور، فلا اطلاقا مش محتاجين. هديكوا تعليمات السوى طبعا بتكون ازاي، هذا هيعرفكوا ازاي تستوي معاكوا وتبقى زي الفل. هناخد الفراخ نطمن ان هي عليها عجينة من كل ناحية وهننزلها في الخليط اللي احنا عملناه ونبدأ نغلفها فيه من غير ما نضغط بقى الله يكرمكم، عشان عدم الضغط هو اللي بيخليها مقرمشة. لما بنقعد نضغط ونبطط جامد بنضيع القرمشة دي، فاحنا هنلفها في الدقيق كذا مرة براحتها خالص. وحتى ممكن اسيبها هنا على جنب كده عايشة حياتها مع الدقيق، واجيب شوية كده هنا تاني على جنب اشتغل واحدة ثانية. ونقدر نغلف مرة واتنين وتلاتة ما تقلقوش لحد ما تدينا الكراست اللي احنا عايزينها. تاني هنزل الزيادات بس من على الفراخ وهاجي هنا واقلب من غير ضغط، بقلب من غير ضغط خالص. وعايزه اوريكم لما ما ضغطناش حصل ايه. شايفين النعكشة دي، النعكشة، العلامات المنعكشة دي، الحاجات المنعكشة دي كلها هي اللي هتديني، ايوه هي اللي هتديني الحته الكريسبي اللي هتحصل بعد القلي. فلو انا قعدت ابطط بايدي وافردها ضيعت كل القرمشه الحلوه دي. عشان كده قلنا مفيش تبطيط خالص، ده غير البانيه اللي بنعمله ببقسماط. اللي بنعمله ببقسماط بططوا براحتكم، لكن اللي بنعمله بالخلطه دي اللي هي زي المحلات بتاعت الفراخ المقرمشه لا ما بنبططش. ادي المنظر المنعكش ده بالظبط اللي انا عايزه اشوفه، واختها اهي. وطبعا ممكن نسيبها بقى تعرق شويه وبعد كده نديها تغليفه تانية بنفس الخليط ده لضمان ان احنا عندنا كراست كده تخينه ومقرمشه وحلوه. ده بقى حسب ذوق كل واحد بيحب الكراست قد ايه، لكن ده طبعا كله متاح ومش هيعمل اي حاجه غير نتائج ايجابيه. دي التانيه نكمل.
بنزل شوية من العجينة برضو من الفراخ، ما باخدهاش كده كلها بعجنتها، اخليها وسط يعني متغلفة بس مش متغرقة. ماشي. وبنفس الطريقة بنقلب بأطراف صوابعنا من غير اي ضغط على صدر الفرخة خالص، بحيث ان تفضل الكراست منعكشة ومش متساوية، فتديني قرمشة عند القلي. وهتشوفوا ده لما تقلوها، وطبعا احنا عملنا وصفات من دي قبل كده مع بعض، فانتوا عارفين النتيجة بتبقى عاملة ازاي. يلا بينا انا اكمل الطبق الجميل ده عبال ما حضراتكم تطلعوا لنا، فاصل صغير جدا ورجعنا من الفاصل، وعايزة اوريكم احنا بنعمل ايه. مبدئيا كده احنا خلصنا طبعا عملنا الكراست كلها، انا بحضر الاطباق اللي هشيل فيها الفراخ دي معايا، هجمدها عشان اخدها معايا وانا مسافرة. وبالمناسبة كل اللي بنقوله النهارده وكل اللي قلناه امبارح هو ينطبق علينا في السفر، للامهات العامله، للناس اللي ما عندهاش وقت ووقتها ضيق وعايزه تحضر بدري، لكل الحاجات دي ينفع، مش معناه انه للسفر بس. تركايه بقى صغيره كده ايه، وخدوها مني نصيحه، قبل ما تحطوا الفراخ خدوا من الدقيق بتاع الكراست، الخلطه بتاعه الكراست، افردوا في الطبق. هتفضل الفراخ طول ما هي في الطبق ده عماله تتشرب كراست زياده واحلى. وهاجي ارص الفراخ بالشكل ده، بنرصها عكس بعضيها، يعني ده البوز هنا يبقى ده البوز هنا عشان الطبق ياخد، ونيجي كده اهو. بعد ما نرص بقى هنعمل ايه؟ نفس الحركة، خدوا كده كراست زيادة ورشوا على الفراخ. لما تيجوا بقى تقلوها وتطلعوها من التجميد هتلاقوا ان الفراخ شربت اغلبية الدقيق ده ومسك فيها، وبقى عندكم حتة كراست كريسبي مقرمشة ولا أجدعها مطعم فراخ مقلية، وهتبقوا فرحانين جدا وإيه، وكله هيبقى سعيد بالنتيجة. آدي أول طبق، هعمل نفس الحاجة في الطبق التاني، أنا فردة شوية من الكراست في القاع، وبنفس الطريقة هاجي برضو احط على الوش. حطوا زي ما انتوا عايزين، اي باقي عندكم حطوه. هتيجوا في الاخر تنفضوا هتلاقوا شويه فاضلين لسه ناشفين، والاغلبيه شربته الفراخ وبقت حته كراست عالميه ما بتقعش ولا بتتحرك، واخر قرمشه وجمال وحلاوه. فانا هعمل كده الحقيقه بقدر الامكان اهو، وكده ابقى خلصت. هجيب دلوقتي على جنب اول حاجه طلعناها وهي الفراخ المقليه.